بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تحدثنا عن أوجه إعجاز القرآن الكريم ورددنا على القول القائل بالصرفة، وهو أن الله جل وعلا صرف أذهان العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ورددنا على ذلك القول وقلنا إن القرآن الكريم معجز بنظمه وبديع صنعه. وفي هذه المحاضرة نتناول الفرق بين البيان القرآني والبيان النبوي. وقبل الحديث عن الفرق بين البيان القرآني والبيان النبوي، لا بد من معرفة الفرق بين البيان القرآني والبيان البشري. فالقرآن الكريم على طول امتداده وتعداد صوره وكثرة آياته متناسب في الفصاحة والبلاغة من أوله حتى آخره، برغم ما ينصرف فيه من الوجوه في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والأعذار والإنذار والتبشير والتنفير والقصص والحكايات والعبر والمواعظ وتعليم الفضائل والأخلاق والفصل في القضايا والأحكام وبيان الفرق بين الحلال والحرام، إلا أن الإعجاز فيه على حد سواء، بينما كلام البشر إذا طال وامتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال. فالبليغ من بني البشر الذي لا يشق له غبار في ميدان الفصاحة والبلاغة، إذا برز في غرض قصر في أغراض، فإذا برز مثلا في المدح قصر في الهجاء، وقل ما يماثل ذلك في مختلف فنون القول وضروبه. ومن هنا قالوا أشعر الشعراء امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، بل إن الشاعر الواحد يتفاوت شعره قوة وضعفا بتفاوت أحواله واعتدالا واختلالا، بينما يأتي بالغاية في البراعة فيما مضى نرى إذا انتقل إلى غيره بان الضعف وظهر القصور. فالشاعر الواحد يتفاوت شعره في القوة وفي الضعف بحسب أحواله وحسب حالته وبحسب الغرض الذي يتناوله ويتحدث عنه. فإذا انتقل إلى غرض آخر أصابه الضعف والقصور وما استطاع إكمال ما برع فيه بسبب انتقاله من غرض إلى آخر. وامرؤ القيس في معلقته، وهي أجود أشعاره، نرى الباقلاني يورد عليها ما أورده من نقود وعورات، ثم يقول: وقد بينا لك إن هذه القصيدة ونظائرها تتفاوت في أبياتها تفاوتا بينا في الجودة والرداءة والسلاسة والانعقاد والسلامة والانحلال والتمكن والتسهل والاسترسال والتوحش. وما يقال عن امرئ القيس يقال عن غيره من قول الشعراء، مما يؤكد أن الواحد منهم إذا أجاد في موطن اعتراه الضعف في مواطن أخرى. لذلك يعقب الباقلاني بقوله: نظم القرآن الكريم يزيد في فصاحته على كل نظم، ويتقدم في بلاغته على كل قول، بما يتضح له الأمر اتضاح الشمس. ومرجع ذلك إلى أن القرآن الكريم لا أثر فيه البتة للنفس البشرية التي يعتريها عوامل القوة والضعف،
مع أن البيان النبوي قسم من البيان البشري، إلا أنه مستقل برأسه حيث يفوق جنسه، فهو من باب قول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالمتنبي في هذا البيت ادعى أن ممدوحه قد فاق الأنام فصار جنسا برأسه، لم يبق بينه وبينهم مشابهة، ويريد المتنبي بذلك أنه ليس من ذلك النوع، وذلك لأن المسك قد خرج من صفة الدم وحقيقته حتى لا يعد من جنسه، إذ لا يوجد في الدم شيء من أوصاف المسك، لأن المسك شيء من أوصاف الدم. لذلك فتفوق البيان النبوي على سائر البيان البشري، تفوق هذا البيان كما تفوق المسك على دم الغزال، والجهة الجامعة بين الطرفين تفوق الفرع على الأصل. فكون البيان النبوي يتربع على ذروة البيان البشري ليس بالأمر الغريب المستعجب، وخاصة إذا علمنا ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من العصمة والصدق والفطانة، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقوله صلى الله عليه وسلم وحي وإلهام من الله جل وعلا. الفرق بين البيان القرآني والبيان النبوي: الفرق بين بلاغة القرآن وبلاغة الحديث واضح وظاهر، لا يخفى على من له بصر بالألفاظ والتراكيب، بل لا يخفى على من يضرب في الأدب بسهم أو في العربية بقسط، وإن قل ذلك السهم أو نقص ذلك القسط، فما نحسب أن يشتبه عليه الفرق بين بلاغة القرآن في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. يفرق بين ذلك بين بلاغة هذا القرآن وبين بلاغته صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى ليدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي ما يدري ما الله تعالى قاض عليه فيه. فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ومن دنياه لآخرته، والذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ومعلوم أن القرآن الكريم يختلف عن الحديث الشريف في جملة من الاختلافات، منها ما تقدم بيانه في الاختلاف بين بلاغة القرآن وبلاغة الحديث الشريف، ومنها أن القرآن الكريم منقول بالتواتر عن جمع من المؤمنين،
يؤمن تواطؤهم على الكذب. فقد نقل التابعون عن الصحابة والصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت الأجيال ترويه جيلا بعد جيل، وليس كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ينقل بطريق الأحاد. إن القرآن الكريم محفوظ من قبل الله جل وعلا، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الحديث النبوي فقد حفظ من قبل الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم، ولا شك في أن المحفوظ من قبل الله لا يعتريه تغيير ولا يعتريه تحريف ولا تبديل، فالقرآن الكريم معصوم عن العبث فيه أو النيل منه. أما الحديث الشريف فقد تمكن بعض الملحدين أن يفتروا بعض الأكاذيب في فترة موت الضمائر وغفلة أهل الاختصاص، ثم ينسبوها إلى رسول الله زورا وبهتانا، ولكن العلماء من أهل الحديث يقفون لأمثال هؤلاء بالمرصاد، فيفرقون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة. الأمر الآخر، القرآن الكريم كما سلف لا أثر للنفس الإنسانية فيه، فهو بيان من الله جل وعلا لخلقه، أنزله على نبيه ليبلغه إلى الناس يتعبدون بتلاوته ويقيمون حدوده ويأتمرون بأمره وينتهون عما نهى عنه. وليس كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوح منه بشرية الأسلوب بما في ذلك من معهود الكلام الذي يقع في دائرة البيان البشري على اختلاف فنونه وتفاوت درجاته. يقول الرافعي: وهذا فصل ما بين الكلام المعجز الذي يؤخذ من وراء النفس وبين غيره مما يكون بعضه من النفس وبعضه من اللسان. فالبيان الإلهي سماوي، أما البيان النبوي فأرضي، فيه آثار البشرية وإن تفوق على ما عداه من ألوان البيان في الشعر أو النثر. ولنعرض لنموذج من البلاغة النبوية لنبين البعد الشاسع بين البلاغة النبوية والبلاغة القرآنية، وذلك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، حيث يقول في هذه الرسالة: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون أتباع هرقل من الفلاحين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه رسالة قد احتوت على اسم المرسل وصفته، الصفة هنا أشهر من العنوان وهي صفة الرسالة، واسم المرسل إليه وصفته وعنوانه وهو هرقل عظيم الروم. المقدمة قد تضمنت التحية والسلام، ثم مضمون الرسالة الدعوة إلى الإسلام، وهذه الرسالة تعلم الدعاة كيفية الدعوة إلى الله تعالى،
والأسلوب الذي ينبغي أن يكون هذا أن يكون هو أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولهذه الرسالة ميزات، منها بيان أسلوب الدعوة إلى الله جل وعلا، ويتضح ذلك فيما يلي: أولا تواضع الداعية. الداعية هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، إمام النبيين وخاتم المرسلين وصفوة خلقه أجمعين وسيد ولد آدم على الإطلاق، ومع ذلك نراه يتواضع هنا في هذه الرسالة فيقول محمد، ويصف نفسه بالعبودية لله، محمد عبد الله، والعبودية لله تعالى مفتاح كل فضل وإنعام. الأمر الثاني إنزال المدعو منزلته، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بلقب عظيم الروم، أي الذي يعظمه قومه ويعلون من شأنه، وذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل ملاطفة هرقل، يستميل قلبه إلى ما يدعوه إليه. الأمر الثالث الرقة في أسلوب الدعوة، حيث لاطفه رسول الله صلى الله عليه وسلم باللقب الذي يرضي غروره، عظيم الروم، ثم ألقى إليه بالسلام الذي يرغب هرقل في اعتناق دين الإسلام الذي يدعو إلى السلام. والرسالة كلها تفيض رقة تتلاءم وخطاب الملوك. الأمر الرابع الحكمة في الخطاب، وليس أدل على ذلك من مضمون الآية الكريمة التي تدعو أهل الكتاب إلى تحكيم العقل والمنطق: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله في قضيتي التوحيد والعبودية، فالله جل وعلا لا يصح أن يكون له شريك، والخلق في العبودية له سواء، فإن قبلوا فبها ونعمت، وإن رفضوا ذلك فدعهم وشأنهم يا محمد، وأعلن أنت ومن معك الانضواء تحت لواء الإسلام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما في الرسالة من الترغيب في اعتناق دين الإسلام بقوله: إني أدعوك، تأكيد على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة هرقل إلى الدخول في الإسلام. فالتأكيد هنا لا يرجع إلى حال المخاطب، وإنما يرجع إلى وفرة الرغبة لدى المتكلم وإخلاصه في دعوة المخاطب، فهو عليه السلام يحب لغيره ما يحب لنفسه. إن توليت وإن، من بين أدوات الشرط جيء بها للدلالة على أن هذا الاحتمال وهو رفض الإسلام أمر مشكوك فيه عند العقلاء، وللإشعار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد به خيرا، ولذا جاء بأداة الشرط إن ولم يأتي بإذا. فإن عليك إثم الأريسيون، تأكيد على أن هرقل عظيمهم وإمامهم، إذا أسلم أسلموا وإن رفض الإسلام رفضوا، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية، ومن ثم يحمل وزره وأوزار أتباعه. وفي هذه الرسالة نجد أمرا آخر، وهو اصطباغها بصبغة الإسلام. موضوع الرسالة دعوة هرقل إلى دخول الإسلام،
لذلك وجدنا مادة الإسلام محورا تدور عليه الرسالة، فذكرت هذه المادة 5 مرات في كلامه صلى الله عليه وسلم: السلام، الإسلام، أسلم، تسلم، أسلم. والسادسة وجدت في نص الآية الكريمة: مسلمون. كل ذلك في رسالة يبلغ حجمها 6 أسطر تقريبا. الأمر الآخر في هذه الرسالة نجد الاقتباس من القرآن الكريم، المدعو إلى الدخول في الإسلام رجل من أهل الكتاب، فعنده إلمام بلغة السماء، فتضمين الرسالة نصا من القرآن الكريم كتاب الإسلام كان في منتهى الحكمة، حيث يدعو ذلك هرقل إلى مقارنة ذلك بما عنده مكتوبا في الإنجيل، ففعل هذه المقارنة تهديه إلى طريق الرشاد فيسلم ويسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم لله جل وعلا ويظهر الاقتباس من القرآن الكريم. يظهر هذا الاقتباس في موضعين: الأول السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، وهذه الآية في سورة طه، ونص الآية في سورة طه: والسلام على من اتبع الهدى، بزيادة الواو فقط. الأمر الثاني: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ونجد أمرا آخر في الرسالة وهو الإيجاز، فلكل مقام مقال. فما يقال في مخاطبة السوقة لا يقال في مخاطبة الملوك، فالأول يقتضي الإطناب والثاني يقتضي الإيجاز. ومن مظاهر ذلك قوله: أسلم تسلم، دعوة إلى الدخول في الإسلام. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، مرة على إسلامك والأخرى على إسلام قومك، حيث يؤتك الله أجرا ويثيبك بذلك ويدخلك الجنة، كما ينجيك من عذابه في الآخرة. وقوله: فإن توليت، التولي يكون بإشاحة الوجه عن جهة المخاطب، استخدم مجازا في الإعراض والرفض على سبيل الاستعارة التبعية، وذلك بتشبيه الإعراض عن الهدى ورفض الحق. التولي والإشاحة، ثم حذف المشبه واشتق في الاستعارة توليت بمعنى أعرضت، وذلك على سبيل الاستعارة التبعية. البلاغة في الرسالة، ذكر الحافظ ابن حجر ما تضمنته هذه الرسالة من البلاغة بقوله: وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بقوله: أسلم، والترغيب بقوله: تسلم يؤتك، والزجر بقوله: فإن توليت، والترهيب بقوله: فإن عليك. وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى. وإذا كان الحافظ ابن حجر قد أشار إلى بلاغة الرسالة وأشار بهذه الإشارات، فإنها تحتوي على أكثر من ذلك، فنرى فيها ملامح لعلوم البلاغة الثلاثة، وذلك على النحو التالي: علم المعاني،
نجد الإيجاز الذي أشرنا إليه وقد ورد بنوعيه إيجاز قصر، والتعريف بالمرسل والمرسل إليه، والإضافة في رسوله للتكريم والتعريف به عليه السلام، واستعمال أداة الشرط إن دون إذا، ونجد أساليب التوكيد إن والتقديم في قوله عليك إثم، ونجد العموم في قوله من اتبع الهدى، والعدول في قوله السلام عليكم، وارتباط الجواب بالأمر في أسلم تسلم وفي أسلم يؤتك إلى غير ذلك مما هو موجود في تضاعيف هذه الرسالة. نجد أيضا علم البيان، ونجد الاستعارة في قوله فإن توليت، وهي تخيل لنا هرقل في حالة رفضه دعوة الحق في صورة من أشاح بوجهه معرضا عن سماع من يخاطب. ونجد أيضا علم البديع، التجنيس في قوله أسلم تسلم، أسلم بمعنى اتبع الإسلام، وتسلم أي من كل أذى، وقد أضفى هذا الجناس على العبارة جرسا يوحي بالأمن والأمان، ولعل تسلم بما عليها من فتح وسكون يرسم الطمأنينة والسكينة مما لا تكون لغير المسلم أبدا. ولا يخفى ما في هذه الرسالة من مقابلة أسلم تسلم وبين إن توليت فإن عليك إثم الأريسيون، وهي مقابلة معنوية تؤدي إلى أن الإسلام سلامة، وذلك يقال الكفر إثم وندامة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.